من أسئلة الكتاب شابتر 2 بروبلم 30: A car traveling 75 كيلومتر per hour slows down at a constant 0.5 meter per second square just by letting up on the gas. يعني شال رجله من على البنزين فدنا acceleration negative طبعا 0.5 meter per second square لأن slowing down. في البارت A calculate the distance the car costs before it stops. المسافة اللي هتوقف خلالها بدءا من V نوت equals 75 تقسيم 3.6 يعني 20.83 متر per second. هتوقف يعني الفاينل velocity equals 0 بأكسلريشن equals negative 0.5 متر per second square. طالب الديستانس مش طالب لا تايم ولا مدينا تايم. نستخدم القانون الثاني اللي هو V سكوير بيساوي V نوت سكوير بلس 2A DX. الفاينل فيلوستي بزيرو، الانيشيال 20.83 سكوير بلس 2 تايمز نيجاتيف 0.5 في D. إذن الـ D equals نربع ونقسم على 1 نفس الشيء يبقى 434 متر. في البارت B بقول the time it takes to stop. ما لناش دعوة بالديستانس اللي جبناها، هنبدأ بالرو داتا اللي عندنا اللي هو الـ V note والـ V final velocity والـ A، وعايزين الـ time يبقى الـ first low اللي هو final velocity equals الـ V note بلس الـ A في الـ T. الفاينل فيلوستي بزيرو، الانيشيال 20.83 نيجاتيف 0.5 في T. إذن الـ T نقسم الـ 20.83 تقسيم 0.5 41.7 seconds. لو طلب 2 digits يبقى 42، ولو طلب 2 digits في الديستانس بدل 434 حطها 430 متر. في البارت سي طالب the distance it travels during the first and the fifth seconds. عشان نحسب المسافة اللي مشيها عندنا الاكسلريشن والفي نوت والفاينل velocity. لا الفاينل بلوست مش عندنا لانها بيتكلم على الفيرست والفيفث، يبقى نستخدم القانون الثالث اللي بيقول ان الدي اكس ايكوالز عندنا الفي نوت ومدينا تايم بلس هاف اي تي سكوير. الفيرست سكند يبقى دي اوف 1 ايكوالز 20.83 تايمز 1 بلس هاف نيجاتيف 0.5 1 سكوير يديني 20.83 ماينس 0.25 ليه هاف هاف يبقى 20.58 متر. الفيفث سكند يبقى محتاجين نحسب مسافة ال 5 seconds ومسافة ال 4 seconds ونطرحهم من بعض، يعني نقول دي اوف 5 اللي هي هتساوي 20.83 تايمز 5 بلس هاف في نيجاتيف 0.5 في 5 سكوير. ده هيساوي 97.9 متر. نحسب الـ D of 4 هيساوي 20.83 في 4 plus half negative point half في 4 سكوير. ده هيساوي
79.3 متر. إذن الدي للفيفث سكند هيساوي دي اوف 5 ماينس دي اوف 4، يعني هيساوي 79.9 ماينس 79.3. ادانا 97.9 ماينس 79.3 18.6 متر، ولو طلب 2 ديجيتس يبقى 19 متر.